وينكم؟ صلي ساعة مستناكم. فرج شو بدك صراحة؟ 25 ناس كل بربع ساعة، شو بدك؟ أنا خفت باتو جوا يسكر المحل. وهيك ناجينا، شو بدك ولا؟ بدي اشتري طعم أحمر. طعم أحمر وأنت لابس أحمر؟ إيه شو يعني حابب تور؟ لا فاتنة. ما فهمت شو يعني فاتنة؟ يا جماعة رح أفهمكم. فاتنة طلبت مني إني اشتري طعم أحمر وألبسه مشان تشوفني فيه، وبدي منكم تساعدوني. أحمر؟ منكم. خلص ولا؟ يقطع عمرك. محترم محترم. ما 500 لبعد بكرة؟ علي حلال بخيل. أنا تزلت الغرام. إيه تقعد حلوة البارفون. جيفنجي هاد. لا دخلك يا الله. عينك إيش عم؟ يوم الحب. البارفون الحلو لك بنات. طيب ابن عمي. يوم حبك. تعي نحكي. حمصي شو رأيك؟ شو؟ حبيبي فرج، فاتينا قاعدة بالمقصف، إذا بتحب تنزل لعندها تفضل. في معها شباب؟ لا يعني معها إيه. كتار؟ إيه كتار كيف؟ والله كسر راس على واطي. لا خلص طول بالك، وكل الله حاسه شو. حبيبي ليك كمان البنات ما بيحبوا الرجال كثير لحمه. ايش وكل الله. امشي 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 على المقصف. هدي الاول. والله انا روحها. هدي روح روح فراس. هدي خلاص انا حقلت لك يوم. طيب اركبي. تفضل تفضل استاذ. دق المزامير. دق المزامير. شو كمان بيصير فيها سانتريلا؟ يا حرام خالتها قديش بتعذبها، لك واخواتها التنتين، احذري شو. ليش انت مين بتشجعي؟ انا ريالية. ها وانا ريالي كمان. معناها بكره بدك تيجي على الجامعة مثل كريستيانو رونالدو. بدي اشوفك وانت رياضي. شلون بيكون شكلك؟ ايه مو تكرم عينك. يلا خليني لحق السوق قبل ما يسكر. الله معك. باي. والله فشل كريستيانو. ما شاء الله عليك ما شاء الله. روح ليك ليك اجت. يلا فروج. الله روح. يلا فروج. فرج هيك وهيك بس بعدين ما عرفت هل من هالشيء هيك رح يصير. باي. مرحبا. يلا روحي بسرعه ما بدنا مشاكل. بنحكي المساء.
ما عم صدق. معقول تكون فاتنة بتحبني؟ ليش لا؟ علي الحلال أنا بنحب، بس هي حلوة كتير. إيه وتكون حلوة وأنا كمان حلو وحلو كتير. إيه بس ما عم صدق. معلم، معلمي، معلم فراج، شو بدك ولا بالعود؟ عم تحكي مع حالك معلم؟ بحكي مع حالي؟ لكن مجنون أنا، لأنه مجنون. مو هيك علي هلا كسر راسك. مو هيك بدي كسر راسك. مو هيك قصدت يا معلم. ولا كسر راسك. مو هيك. ولا كسر راسك يخرب بيتك. ليك ولا بالعود؟ بتنقلع من هون وما بعد تشوف وشك بالمسمكة، فهمت؟ بنقلع معلم. خذوا معك كرت يا أخي، بتذكرني فيك. معلم أنا كثير آسف، سامحني. رجعتك. أحلى معلم. طيب ماشي، بترهنوا إنه الموضوع عن جد؟ لك أنا سمعت لفاتنة قالت له لفرج مرحبا. قالت له مرحبا. لك يا أخي بتكون مستأجنة شكله، هي كل القصة. لكان في وحدة بتحب واحد بيعمل. لا بدك يا أخي. مالك دخل. لا بدك يا أخي. ارجع. مرحبا خالته باسل. أهلا خالته. كيفك؟ الحمد لله. كيف من أهلك؟ بيسلموا عليك الحمد لله. الله يسلمك. كأنك نحفان شوي. لا خالته ماني نحفان، هذا أنا كل يوم بقيس وزني يعني ما تغير. لا نحفان. على العموم يلا سلمني على أهلك ماشي حبيبي. الله معك. الله معك حجي. الله يسلمك. شباب شو هلا أنا عن جد نحفان؟ شوي لك شلون شوي كثير وكمان وشو اصفر شو يا شباب اذا سمحتوا هذا الموضوع ما في مزح اذا كنت انا نحفان قولوا لي لانه احتمال يكون معي شيء مرض خطير ايه ونحن ما عم نمزح معك عن جد نحفان وشك اصفر روح يا اخي روح وين راح على اقرب مش انت هاد بطل يا دي يا اما روح للحق فيه روح لو خلصني الاذن باخذ مشان على اي حد خلاص لكن بالقصر العدلي الواحد بيتعلم دروس قد ما بيسمع سمعانك بيشوف شوفه شيء عجيب غريب فعلا غريبه هالقصه ايه لك مو معقول لا بلا هذا اللي صاير خير حبيبي شباب شوفي خير بابا خير شباب شو صاير لا؟ باسل حبيبي شباب أنا نحفان ما هيك؟ نحفان؟ لا شو نحفان؟ عين الله عليك ما بك شي ما في شي همتوا لأنه عم تشوفوني كل يوم مو مبين معاكم بس اللي بغيب عني فترة وبيطلع علي بيعرف إنه أنا نحفان شو عم تحكي أنت؟ والله ما عم فهم عليك اليوم شفت الطان سناء تذكرتها؟ إيه تذكرتها شباب هي قالت لي إنه أنت نحفان كتير يا باسل هي قالت لك هيك؟ طيب والحل؟ هي جايتي من المشفى شو؟ عملت طبقي محوري وطحالي دم وبوله وقالوا لي نتيجة بتطلع بعد كم يوم يبعت لي حمى عليك يا ريت انا ولا انت منين طلعت من هاي الشغلة؟ ادعوا لي ان شاء الله ما يكون صاير معي شيء الله يحميك الله يحرسك الله يخلي لي اياك يا رب مرحبا اهلين حلو هيك؟ رحب رائعين طالع فلاجة لك يا نبيه عصرك انت لازم تدير بالك من رفقاتك لانه هدول بدهم ناتالي شو بكي؟ طالع بيفلج الزلمة انت ليش هيك لابس حبيبي؟ امبارح فاتنة قالت لي اني البس لبس شي لعبة قتالية قام رحت على السوق واشتريت هدول لانه انا المشاكل بدمي إلكن يا حبيبي حبيبتك احلى بنت بالجامعة نيالك ايه والله نياله ليك فرج انت شاب مثقف ومحترم وواعي بقى بدي اقول لك شغله شو هي؟ هلا فاتنة كانت واقفه مع حزير مع مين؟ مع مين؟ جامبو يعني جامبو مو صارع راحت علي والله كسر راسها والله خلص 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 عم بمزح عم بمزح عم بمزح فرج عم بمزح عجت لي عم بمزح سألوه الله وكيلها هاي ساندريلا تبعك يا يا هاي اسمها حركة الأفعى مين؟ إكوسان!
عم تمزحي؟ لا ما عم بمزح. ما عم تمزحي. والأماني ما بتشيلها الجبال، بيشيلوها رجال بزمان كان. انتي ما رح تبطلي مسلسلات شامية بتحضرها وتجي بتسمعني اياها؟ واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. اصحابه لك ارجع. وينو باسي؟ شو بيعرفني؟ صار له يومين يا زلمه، لا عم يرد على حدا ولا عم يحكي مع حدا، ابصر شو، شو القصه بتعرف انت؟ والله ما بعرف. طيب خيو، شو رايك نروح نسهر سهره على صاحبنا اليوم على الكمبيوتر؟ بعدين بقول لك ليش. تفضل عمي. شرف. لا والله شرف. الله يحييك. عملت لي ديليت يعني حذف. ليش هيك عملتي؟ ليش هيك؟ يا الله يا الله، انت بتفتح الجامعة بقى. يا رب ما لي غيرك، انت ارحم الراحمين. يا رب ان شاء الله ما يطلع معي شي مرض. يا رب موت، يخرب بيتك على هالفال. في حدا بيغني للموت؟ اجت يا رب تمدني بالقوة. ادعولي. أنا ساندريلا. هاي. أهلين. أنت واحدة واطية. شو؟ إيه واطية، واطية كتير. الناس مو عواطف عندك لتلعبي بالزبالة تبعون. أنت تعرف حالك شو عم تحكي؟ اسألي حالك. لكن أنا بشع يا ست فاتنة. ليكي لا تغشمي حالك، علي الحلال أنا ممرق نسوان من تحت باطي بعدد شعر راسك. ايه تعطي. لا توقفيني أنسى، بس شوي اليوم هو تعبان، بنعتذر منك. يا دخيلك يا الله. علي الحلال لولا أنك محترم كنت عوزتها. لك روح يا أجدب هذا. روح. ليش؟ لكان هيك بتعيط على البنت بنص الجامعة، معقول أنت؟ لأنا واحدة قليلة أدب. فراس فهمه رح تطلع المجنونة براسي. شو بده يفهمني؟ اسمع، مو هي اللي كانت عم تحاكيك على الفيسبوك؟ لكن مين؟ أخي نحن، أنا وسمية وباسل وفراس، نحن اللي كنا عم نحاكيك على الفيسبوك. كيف يعني؟ يعني كنا عم نمزح معك يا سيدي. تضرب أنت واللي بيمزح معك منيح. يعني أنتوا اللي طلبتوا مني ألبس الطقم الأحمر وكريستيانو رونالدو. كاراتيه فكرتي. لك ليش هيك عملتوا؟ ليش؟
لك قوم. قال زعلان، قال على فكرة مثل ما شفتوا إنه الشباب مفكرين إنهن كانوا عم يتمسخروا على فرج، بس هنن وبدون ما يحسوا حببوا فاتنة بفرج، لأنه فاتنة لقت بفرج فتى أحلام الكرتوني. آه، ونسيت إلكن إنه فاتنة مهووسة أفلام كرتون، وهنن كانوا عم يتمسخروا على فرج ويلبسوا شغلات غريبة، وطبعاً فاتنة حبت كتير هاي الشغلات اللي كان عم يلبسها فرج. سبحان الله، فعلاً رب ضارة نافعة. بونجورك يا حلوة. بونجورك يا قمر. وين رايحة؟ عالجامعة. طيب توبريني أبو خالد وجماعته ما بدنا نخسره. أي ما بده هالإلحاح. لا حبيبتي، مو مشان شي، لأنه أبو خالد وجماعته إذا بيبطلوا يجوا لعنا بنفتح تمنا للهوى. طيب ماشي، يلا روحي على جامعتك. تشاو. يا لطيف هالبنت شو صايرة نمرودة. الله يجيبك يا طولة البال. بابا بابا، بدك توصلني على الجامعة ولا لا؟ الليم بسكوت لما هو اساسا ساكت. يا بابا اذا هيك لبكره انا ما بروح على الجامعه، خلصني رح اتاخر، يا اما بروح لحالي. ها ذكريات كل حرام. مرحبا بيس. مريم الشباب. محسن خير؟ ليش هيك وشك اصفر؟ انا لكان انا يا حرام ليك وعينه دائره هي، شوفها. بالاذن انا رايح. هذا هو اصفر، هذا هو اصفر، لا تعديني. وشي اصفر وعيني دائره ونحفان. يا رب شو معي؟ يا زلمه ليش خليتنا نعمل فيه هيك؟ مو معقول انت. لك بقول لك متى اذا شفت الاعمى طبه، مالك اكرم من ربه؟ لك انا شلون برد عليك لك شيطان؟ ليش هيك كمان كثير عم تتبوشى؟ العمى عم شوف مسلسلات شاميه كثير انت. ابسطوا
ليه بسول؟ بلال انا وشي اصفر شي. لا ما فيه شي. لك كيف ما فيه شي؟ طلع منيح. لك لا يا رجل لا له اصفر ولا شي. بلال ان شاء الله لا تستعجل باجوبتك وطلع منيح اتاكد. لك يا باسل يا حبيبي كل العالم بصير وشها اصفر، كل العالم تمرض وبتطيب، كل العالم تنحف وبتسمن، وبيقول لك المثل اللي بخاف من الديب بيطلع له، لذلك اعتمد على الله واللي الله كاتبه بده يصير. بس انا مريض. ايه متاكد انا مريض. لك لا يا اخي ما فيك شيء. قال ما فيني شيء. قال اسمعوا هالحكي، هو الاصفرار اللي بوشي والنحف اللي انا نحفانه من هون حبيبي. شو قصدك؟ ما فهمت حبيبي. التفكير الزايد بخلي الواحد ينحف. لا تشيل ببالك شيء، الدنيا فاضية والوسواس بمرض. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين قمر يا بلدي. فراس حبيبي يعني هي غنية حلوة وبتحرك المشاعر وأنا كثير بحبها يعني، بس حفاظ غيرها. والله حلوة، أنا كثير بحبها الغنية. بتحبك العافية. شو هالملل هاد؟ الجامعة مقرفة مقرفة. ايه والله معك حق. تروح على شي محل؟ تروح على محل خالي بالحريقة؟ على تسعة. هاي. عشرة. هاي هاي. شو هاي؟ ما شاء الله شو بيضة. يسلموا ايديكم. بس كان بدي اسألكم سؤال كتير مهم. نسيت. يلا برجع بقى. لك لا لا هلا تذكرت. عادل فيكم هيك الغليظ شوي يلي بصرخ علي كتير هذاك اليوم عيط علي. وينه؟ يعني هو الحقيقة ما عم يجي على الجامعة ف بيمشي حالي انا؟ ايه لا يلا. لخير شو بك؟ شو بك؟ ايه يا بنت الحلال وكلي الله لشو البكي؟ بدي اياه. لا اله الا الله. خلص بكره بنجيب لك اياه. عن جد؟ شكرا. ترلللا ترلللا. لا هالبنت طاقين فيوزاتها مجنونة رسمي. يا حوينة هالعقل بهالجمال. حبيبي انت ليش دائما بتدور على شغلات سخيفة؟ لك شو بدك بالعقل؟ شو حتتجوزها؟ ما هي حلاوتها انه بالعقل. لك العقل زينة يا دب. خجلانة منك بس لازم شوية تياب وكم قطعة ذهب. تكرم عيونك. ليك يا حبيبي بكره الساعة 8 المساء بس زمر لك من تحت البيت بتنزلي ومنروح على السوق واللي بتحبيه رح اشتري لك اياه. دخيله. ايه ها بلش يترق ابو خالد وبلشنا نشوف قرشك الحلو. تاركي يا سمية معني قليلة. طيب بابا ما فينا نشتكي عليهم؟ آخ لك يا بنتي والله هالجار ركب لي العيال. والله يا بنتي من الناحية القانونية فينا نشتكي عليهم بس أنا ما بفتكر إنه هاي القصة حتجيب نتيجة. طيب والحل؟ الحل؟ بدنا نحكي معهم بالذوق. مشي الحال مشي الحال، ما مشي الحال منلاقينا الصرفة. مين بده يحكي معهم؟ بعتي بلال. لا 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 ولا قال لك هذا بلال واحد متهور. بعتي باسل. باسل يا باسل. قليلي اختي بدك شيء؟
ايه باسل حبيبي تعب. بابا عم يقول انك تطلع لعند بيت ابو صلاح مشان موضوع الزباله اللي عم بيكومها عند بيته. اليوم شفت دبانتين بالبيت. اختي ما بتعرفي انه ما فيني اطلع برات البيت لاني مريض؟ ايه والله يبعث لي حمى شلون نسيت. بس نطمن على نتائج الطبق المحوري ونشوف شو بدنا نعمل بهالقصه. روح بابا ارتاح روح روح الله يرضى عليك روح. عن اذنكم. مع السلامه تقبر قلبي. ما عم صدق خازوه اكلنا لك حبته لفرج حبته اللي انباعوا بالعزنا هن الاثنين طنجره ولقيت غطاها. ايه والله قلتك مو قلتها ما بيكون اسمي مازن اذا ما رح كرهم بعض. شو بدك فيهم لك محراك الشر؟ شو بدي فيهم؟ لك يا زلمه حلوه البنت صاروخ ارض ارض لك انا متضايق اخذب عليكم متضايق يخرب بيت قلبك شو حقود لك انت جمال. ايه معلش هداك المشنيس مو انا الحقود. عم اقول لك ما فيني روح اسهر. ماما قلبك وقعدة لحالها، ليش لفت الباب فيكي؟ بعدين صار كثير صغيفة. عم اقول لك خلص ما فيني. صغيفة ما تروح شوفي. خلص بس نروح على الجامعة بنلتقى. بعدين أنا هلا تعبت وبدي نام، يلا باي. يعني معقولة بهالبساطة تكون النتيجة ضايعة؟ ابني بتضيع بتضيع، بعدين ليش محملها كل هالقد؟ الطبيب قال لك يومين ثلاثة إلا تلتقى. يعني نتيجة طبقي محوري تضيع بمشفى، أول مرة بتمر علي. لك يا ابني بتصير بتصير. طيب بابا خلينا نرجع ندور. شو بدنا اللوم؟ بيضحكوا علينا والله، امشي. بس يا بابا والله أنا مفكر يعني بدي اعمل حلقة بحث مين فينا يساعدني؟ ما لك غير حازم. مين حازم؟ معيد عنا بالكلية وكتير شاطر، نحن نتعامل معه هون بالمكتبة. وين بلاقي؟ هداك الشاب. شكرا. اهلا. هاي. اهلا وسهلا. انا سمية، طالبة اعلام سنة ثالثة. اهلا وسهلا، تشرفت. بدي اعمل حلقة بحث. وقالوا لي في شاب مثل القمر اسمه حازم بيقدر يساعدني. وحياتك بتمنى بس انا اسف. اسف؟ معقول تخجل صبية حلوة مثلي؟ يعني كيف لو بدي اياك بشي محرز؟ وليش ليكون بدك يعني انا بشي محرز؟ ما بتعرف. كل شغلة ولا شغلتها. بقى شو قلت؟
صدقا انا ماني فاضي بكل الاحوال. انا اسف مره ثانيه وبعتذر منك. يا حما، اول مره بتصير معك هيك شغله يا سمسم. اي مباع بالعزا في مية غيره؟ ماما في راسه؟ عيوني مريم. حبيبي انا شايله شويه مصاري على جنب، بكي بتجيب جارنا حمودي هذا الدهان يعمل لنا الشدهان لهالبيت ويظبطه شوي. امي خلينا ننطر للصيف، خلص منه بشتغل لي كم شغله ومطلع قرشين وبنفض البيت نفضه كامله. لا حبيبي، خلينا هلا نعمل له الشدهان لانه كثير شقيان، وان شاء الله بعدين بس يصير معك مصاري نفضه بالتدريج. بتعرفي امي، منيح اللي نبهتيني على هالشغله، وعد مني لقلب لك هذا البيت جنه. معقول يكونوا عطول البابا النتيجه وهو مخبي عني؟ اللعنة، معقول يكون في شي معي؟ فعلا بابا كان لازم يعصب على المشفى أكثر مني لأنه ضاعت النتيجة. معناها الدكتور قايل لبابا أنه أنا معي شي وبابا ما بده يخبرني. يا رب شو عم يصير؟ يا ربي، معقول أنه أنا موت؟ معقول تكون هي آخر أيامي؟ معقول موت قبل ما أجيب أولاد؟ أنا ما بدي حدا يعتذر مني، خلص خليني كرهانكم. ما بصير فرج، شو هالحكي؟ خلص الشباب بيعتذروا منك. خلصنا بقى، خلص عم نمزح معك، آسفين. لك يا جماعة، أنا كثير انبسطت لما أجاني آد على الفيسبوك، هاي أول مرة كان بيجيني فيها آد، ولما كنت نزل شي كانت فاتنة تعمل لي لايك، بس إنه يطلع بالآخر هذا كله كذب وفي حدا عم يلعب بمشاعري أنا فرج، ليش عملتوا فيني هيك؟ لك خلص يخرب بيت قلبك، شو حقود وجمال؟ عم نعتذر منك أخي، نحن آسفين. خلص يا جماعة خلص، لا بقى تعتذروا، أنا رضيت. بعدين على الأقل هالمرة انتبهتوا إني زعلان، يعني ما في بالعادة. الأخير رب هالضحكة أنا. والله ما في أطيب من قلبك. هاي هاي، كيفك فراز؟ أنا مو فرج، أنا بشبهه. إيه بس أنا بدي أحكي معك كلمتين. فرج روح شوف شو بده، روح. طيب يا الله، ليش ما بدك تروح شوف زميلي؟ خلاص روح. طيب لا تزمري. أنا بروح ما أزفش. خلص أنت وضريب. أم عص بدي يلحق على الكل. براءة. يا حبيبي جاوبيني بصراحة، أنتم خبين عني شيء؟ ما فهمت عليك. يعني أنا ما عم أقتنع أنه نتيجة الطبق المحوري تضيع بالمشفى. بس أنا لهلأ ما عم بفهم. طيب أنا بفهمك، يعني بكل بساطة معقول مشفى طويل عريض يضيع نتيجة مريض؟ معناته في إنا بالموضوع. يعني يا ترى شو صاير؟ أنا بقول لك شو صاير، بجوز طلعت النتيجة ومعي مرض خطير جدا جدا، والدكتور قال لبابا وبابا ما رضي قلي. يا لطيف، معقولة يعني؟ إيه براءة معقولة، لأنه أبو لرفينا من فترة مات وما بيعرف شو مرضه، يعني قالوا له إنه معك شيء بس هو معه هداك المرض والعياذ بالله. لا تخاف حبيبي باسل، لا تخاف، أنا اليوم رح حاول أفهم القصة من بابا. إن شاء الله فهمي لي إياها، مالي غيرك يا براءة. باسل، أنت ليش ما عم تروح على الجامعة؟ طالما أبوك عم يخبي عني النتيجة معناته أمري خطير كثير وأنا خالص، فليش لحتى أروح على الجامعة وأتعذب؟ يعني أيامي معدودة. أيامك معدودة؟ بعيد الشر عن قلبك ولي على قامتي، وأنا حاسسني قلبي بابا صار له يومين متغير. لك آخ آخ، إيش هو هالأخت هاي؟ كأنه قالوا لهم إنه معه مرض لحتى هو وأخته عم يحكوا هالحكي. فعلا العقل زينة مثل ما بيقولوا بالأمثال، والوهم قتال صاحبه.
اقعد هون. اي سيد سرف. يا ريت تختصري لانه انا ما عندي وقت ضيعه. فيني فهم انت ليش عم تعملي بهالطريقه؟ انا الانتاي اللي بتعيط علي ما لها خبزه عندي. فيني فهم انت ليش عم تعملي بهالطريقه؟ قلي شو ذنبي انا؟ اذا رفقاتك هن عملوا لك اكونت على الفيسبوك باسمي وحكوا معك تشات، قلي انا شو ذنبي؟ ما بعرف بس انا كرهت كل شيء. كرهت القصه من اساسها. بس انا اللي شفته فيك يا فرس ما شفته بحد تاني. انا حبيتك. حبيتك. انا حبيتك. هي حبيتك. حبيتك. كان انه قمطت معه لفراج؟ يخرب بيته شو مش نسى الولد ليك؟ يومين عير لي ها يومين، إذا ما بتلاقيني محله لفراج وقاعدين أنا وفتون عم نتغالظ على بعض، بتعب زي بنص وشي، ماشي؟ رجعي لي رجعي لي دخيل إيدك رجعي لي. فراس ما بدنا نرتاح من هالقصة بقى؟ خلص المخلوقة تجوزت، يجوز صار عندها اولاد، انساها لغزل انساها، فكر لي بوحدة جديدة يا زلمة شبها، جدد حدث طور روح من وشي. جاي لي جاي لي. يا جماعة شو عم بصير؟ شو عم بصير؟ مو فهمانة شو عم بصير؟ انه فاتنة احلى بنت بالجامعه كلياتها تقوم تحبه لهالاجدب فرج، ايه نحن كنا عم نعمل فيه مقلب، معقول؟ شو يعني انت غيران مثلا؟ انا من جهتي ماني غيران. يا ستي انا غيران. انه ليش هيك يعني؟ ليش هيك الله بيبعث له لفرج وحده هيك بالعقل؟ لك انا ليش هيك ما بيبعث لي الله؟ يعني انا ليش دائما بيجوني معقدين نفسيا يعني واللي بدهم سنه روداج؟ يعني شو عليكم انت ويا ايه؟ طفوا عليكم. يا رب. مالي غيرك يا رب، ليش هيك عمل معي أبي؟ يا ترى معقول ما يقلي إنه أنا مريض؟ معقول ودع هالدنيا بلا ما ترجع لي ليلى؟ طيب باسل وينه؟ شو بعرفني؟ ما بين هو سمية اليوم. طب تروح لعنده على البيت؟ إيه بنروح. أمشي. يا مستعان. شو عم تعمل؟ عم شمشم هيك بلكي لقيت تحت ديتول او تاتش بكون شيء. حظك اني واحد تمام؟ ما بعرف مو ها؟ اي واحد؟ ها؟ لا مو ها. بلا ها؟ مو ها، بلا ما نخربط دق له على بوي. لا خلص يا اجدب ليكو هذا هو. مرحبا، مين بلال؟ اي مين؟ انا مازن رفيق باسل. اهلين. اهلين كيفك؟ باسل هون حبيبي؟ طيب ليش ما عم يجي على الجامعة؟ لك يا جماعة هذا متوهم انه هو مريض، واعد وما عم يرضى يطلع من البيت. طيب قل له ينزل لتحت شوي. طيب فهموه انه هو ما معه شيء حرام رح يروح حاله. خلص حبيبي خليه ينزل، أنا جايب له دواء.